جزاكم الله خيرا. هذا السائل من المغرب العربي يقول بأنني أعاني من مرض في بطني وهذا يجعلني أنقض الوضوء بالريح، فأنا لا أحافظ على الوضوء من 5 دقائق، ما هو الجواب في ذلك؟ نفع الله بكم الإسلام والمسلمين، وكيف أتوضأ للصلاة إذا كان خروج الريح دائما ولا يرتفع عنك إلا بمقدار 5 دقائق فقط؟ فإنك إذا حضرت الصلاة تتوضأ ثم تصلي في الحال، تتوضأ ثم تصلي في الحال، لأن حدثك دائم. نعم.